أعتقد هناك الكثير من اللغط على هذا القانون، وهناك الكثير من النقاط على هذا القانون، لذلك أرتى تحالف سارون بأن يقدم طلب إلى هيئة الرئاسة وبجمع تواقيع إلى تغيير هذا القانون حسب مطالب الشارع العراقي. الكل يعلم بأن بعد القراءة الأولى قد خرج المتظاهرون في ساحات التظاهر وساحات الاعتصام برفض هذا القانون، لأن الكل يعلم بأن هذا القانون سوف يعزز الأحزاب نفسها. لذلك طالبنا بأن تكون هناك قانون انتخابات عادل ومنصف عن طريق أعلى الأصوات 100%، وكذلك أن تكون دوائر متعددة متمثلة بالأقضية. لذلك حاليا القائمة مفتوحة لجمع التواقيع والوصول لأكبر عدد من أجل تعديل هذا القانون إن شاء الله.